مكحول رحمه الله كما قال الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، قال: إذا تفقه السفلة فسد الدين. ليس معنى هذا كما سيأتي مما ذكره الطرطوشي رحمه الله عن سفيان الثوري أنه كان إذا رأى السفلة يكتبون العلم يشتد غضبه، فقيل له: ما يغضبك؟ قال: إن العلم لا يزال بخير إذا كان عند السادة، فإذا كتبه هؤلاء السفلة ضاع الدين. ليس المقصود أن الإنسان لا يتعلم، لا، يتفقه ويتعلم، ولكن مقصود هؤلاء أن هؤلاء تعلموا أطراف علم فسودوا أنفسهم وجعلوا أنفسهم سادة، هنا يضيع الدين. والواقع يشهد بهذا. كم من مقطع يأتيك يومياً، كل من أراد أمسك بهذا الجهاز وصور نفسه ثم إذا به يقول قولاً، أقوال غريبة، أقوال تخل بالعقيدة، أحاديث موضوعة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كلما أراد الإنسان أن يتكلم بشيء في بيته، في الشارع، في أي مكان، إذا به يصور ويتكلم وينشر والناس يستقبلون.